يا جماعه. وبعدين ايه؟ الاهلي يدفع 25,000 دولار، بيراميدز يدفع 25,000 دولار، غيره يدفع 20,000. يا جماعه طب ما توحدوها. يقول لك الحمد لله ان احنا بناخد فلوس، او واحد يبعت لك رساله يقول لك ايه يا عم ما بلاش، ما احنا ندفع، ما انت عندكش فلوس. احنا وصلنا اخر 3 شهور الوضع المادي صعب جدا داخل الاتحاد، جدا داخل الاتحاد. عندك مشكله. كابتن شوبير بتفكر في الدوره القادمه ولا لا في اتحاد الكوره؟ اكذب عليك لو قلت لك ما بفكرش. بتفكر؟ اكذب عليك لو قلت لك ما بفكرش. اعتقد كرئيس للاتحاد. ما انت ما تدخلش بقى الا رئيس. بس التوافق ما بين بقى ده والاعلام هتمشي ازاي؟ بالظبط هو ده السؤال. لانه من لو تم وضع بند من البنود خلال الفتره القادمه، ان يبقى ما ينفعش ان انت تجمع ما بين العمل الاعلامي ولا في مشكله يعني ولا في مشكله بالنسبه لي خالص يعني. انا مش بسعى المناصب يا اسلام. انا قعدت من لا ما فيش مشكله. ايه هتسيب لو الاعلام؟ لا لا هتسيب حاجه من الاثنين. هتسيب حاجه من الاثنين. فمش هتفرق يعني قصدي معايا. لكن انا مش بسعى المناصب يعني. انا فضلت 10 سنين بره الاتحاد ورجعت الاتحاد بضغوط من انديه الجمال العمومية. انا من اكتر الحاجات اللي بتسعدني دلوقتي انه كل انديه الجمال العمومية تقريبا بلا استثناء من فضل الله بيثقوا فيا. هم مش دول انتخبوني عارفين انا احمد شوبير اهلاوي؟ ولا انا كنت بلعب في نادي تاني؟ ولا ضحكت عليهم وقلت لهم ده انا ما بحبش الاهلي؟ لا ما انا احمد شوبير ابن النادي الاهلي. صح وعارفين كده. بس جربوني في شغلي. لقيت راجل حيادي، راجل محترم، راجل بتعامل مع الناس كلها بكل الادب. وانه القانون واللوائح على الجميع. مزبوط. على الاهلي وعلى الزمالك وعلى المصري وعلى كابتن شوبير. لو اتحاد الكوره حط لائحه ومشي عليها، حد هيقدر يتكلم؟ اقسم لك بالله. حد هيقدر يتكلم؟ اقسم لك بالله. اقسم لك بالله ثلاثه. انا جاي قال مش هحلف يعني. انه انا سايب كل اللوائح داخل اتحاد الكوره اللي تمشي لك الكوره في مصر 20 سنه بلا مشاكل. بلا مشاكل. بقول لك لائحه واخد الدوري الاسباني، الدوري الانجليزي، طب سبتها الدوري السعودي، سبتها لهم للمسؤول هناك. وكلمت استاذ عمرو الجناني وقلت له موجوده مع اكرم جورج، ولد جميل. كابتن ايه رايك في اداء اللجنه التي تدير الاتحاد دلوقتي؟ بس طبعا قبل عشان بس نريح شويه وارجع اخد رايك في اللجنه. خلينا نطلع نشوف. انت مش هتعزمنا على حاجه ثانيه؟ عازمك على 10 حاجات لسه. شاي اخضر بس يا جماعه على فكره. شاي اخضر يا جماعه للكابتن شوبير. خلينا نطلع نشوف واحد من حبايب الكابتن شوبير هيقول لنا ايه ونرجع نكمل مره اخرى.